بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بناقدنا الرياضي محمد الديك. ازيك يا محمد؟ ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ والله الحمد لله، انا سعيد كده مع حضرتك. ايه اخبار الصحافه بقى وماتش النهارده؟ اولا انا سعيد النهارده مع حضرتك في الاستوديو التاريخي. انت مشرفني. الله يخلي حضرتك. الله يا كابتن، يخليك. ده يعتبر استوديو تحليلي، اول استوديو تحليلي، اول بطوله مستحدثه. صحيح. عشان طبعا الاستوديو اللي فات كان النادي الاهلي اعلن حداد، فحضرتك ما طلعتش الاستوديو اللي فات، فيعتبر يعني حدث تاريخي بالنسبه لي، وحدث تاريخي بالنسبه لقناه النادي الاهلي، ان هو اول استوديو تحليلي في بطوله مستحدثه. توفيق ان شاء الله. فطبعا عشان الاهميه زي ما حضرتك كنت في الانت وقلت ان دي بطوله مستحدثه وفي اهتمام كبير قوي، وكمان عشان نتيجه مباراه الذهاب، فالصحافه الصحافه المصريه والصحافه التنزانيه والصحافه الافريقيه اولت اهتمام كبير قوي بالماتش، وعشان كمان زي ما حضرتك قلت ان دي بطوله فيها اكبر واهم 8 انديه في القاره. مظبوط. بالاضافه ان في يعني رئيس الاتحاد الدولي في حد ذاته يحضر الماتش الافتتاح ويهتم بالبطوله، ان هو اعتبرها بروفه للبطولات ان هو هيطبقها في الدول، مزبوط. في الاتحادات الافريقيه القاريه الثانيه سواء في امريكا او في اوروبا، فكان بالنسبه له نجاح البطوله دي هيعتبر يعني هيبقى سبورت لي وداعم لي ان هو يطبقها في اوروبا وفي القارات الثانيه ان شاء الله. ودي النقطه الاهم. بالظبط، هو بالنسبه له كان بيحارب عليها، يعني حتى كمان الناس مش ملاحظه ان الاتحاد الافريقي كان اعلن الاول ان الجواز بتاعه البطوله بشكل قليل، بعد كده رفع البطوله ل 4 مليون دولار اللي هي اعلى من بطوله دوري ابطال افريقيا. ايوه مظبوط. وحاجه ثانيه يا كابتن، معلش برضو الناس مش واخده بالها منها، النادي الاهلي مش هيلاقي فرصه كاستعدادات او مباريات وديه لاستعدادات لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا في ظل يعني مع صن داونز، الترجي، بترو اتلتيكو. فبرضه بتبقى فرصه قويه للي بيفهم كوره. حتى سيمبا التنزاني منافس قوي. بالظبط طبعا، احنا سيمبا كمان شفناه كذا مره معانا في دور المجموعات. مزبوط. كان المره الاخيره اخر لقاء بيننا وبينهم كسبونا هناك 1-0 واحنا كسبناهم هنا 1-0، وكان وشه حلو علينا والحمد لله دخلنا البطوله. فربنا ان شاء الله كده يكرمنا ان شاء الله النهارده. الحمد لله يبقى وشه حلو ان شاء الله علينا ان شاء الله. قولنا بقى الصحف بتقول النهارده. هنبدا النهارده بصحافه القاهره او الصحف المصريه اولا. الاهرام: اليوم الاهلي يسعى للتاهل الى قبل نهائي الدوري الافريقي مباراه سيمبا، وكولر يحذر لاعبين من سلبيات الايجاب، وروبرتينيو متحديا لم نفقد الامل ونسعى لتحقيق المفاجاه. اخلال المتابعه للصحف صحف القاهره كابتن او الصحف المصريه بشكل عام، هتلاقي ان كولر نفسه مهتم جدا بالماتش، كأن لهم بيقولوا انسوا نتيجه الماتش اللي فات خالص وهنبدا صفحه جديده في ماتش النهارده. مع ان اللي يسمع النتيجه 2-2 لا دي نتيجه ايجابيه. بالظبط، ولكن هو ما كانش راضي عنها. وحاجه ثانيه يا كابتن، الماتش ده يعتبر اقوى ماتش هجومي في الدور في مباراه الذهاب. ايوه، الماتش الوحيد اللي جاب اربع اهداف. بعديه صن داونز كسب 2، بعد كده كل النتائج بتاعت ماتش الترجي والوداد 1-0 1-0. صحيح. نخش على الجمهوريه بعدها. بحث عن تذكرة التأهل قبل نهاية الدوري الأوروبي الدوري الأفريقي، الأهلي يتسلح بالجماهير لعبور سيمبا الخطير. برضه الحاجة الثانية يا كابتن اللي هنلاحظها، إن الصحافة المصرية مأكدة على دور الجمهور اللي هو اللاعب رقم واحد بالنسبة للنادي الأهلي، وخاصة كمان النادي الأهلي أعلن إن هو إيراد الماتش لإخواننا الأشقاء. بالظبط، الأشقاء، وربنا ينصرهم إن شاء الله يا رب، الأشقاء في فلسطين. وحاجة ثانية كمان اللي بالنسبه لنا، الجمهور معروف حتى نفسه في سيمبا، هتلاقي دلوقتي كمان في سيمبا بيحذروا فكره الجمهور النادي الاهلي. صحيح. ان هو بيتميز ان هو بيلعب بشراسه اكتر لما يكون جمهور وراه. مظبوط مظبوط. كمان في الاخبار: حضور جماهيري وتبرع بايرادات المباراه لغزه، اليوم الاهلي متحفز لانتزاع مخالب سيمبا. كولر مهتم بالتوازن التكتيكي، ومدرب اسود المتهوره يبحث عن مفاجاه. خش بعد كده الدستور: الاهلي يسعى لخطف تذكره التاهل الى نصف نهائي الدوري الافريقي من سيمبا اليوم. في الشروق: الاهلي الليله الاهلي يستضيف سيمبا لحجز تذكره العبور لنصف نهائي الدوري الافريقي، كولر يطالب لاعبيه بمصالحه الجماهير وتحقيق فوز عريض، وروبرتينيو يعلن الاتحاد. دي اللي حضرتك اتكلمت فيها في المقال انترو، اللي هو فكره ان انا مش عاوز اكسب النهارده، مكسب عادي. مزبوط. او مكسب كده كده بالنسبه للاهلي، لو تعادل 0-0 هيتاهل. بس احنا زي ما حضرتك قلت ان كلتا المباراه دي هي بيدي رساله درس قويه او انذار للناس للفتره اللي جايه. صحيح. سواء في الماتش نصف النهائي او ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله والنهائي، او دور الله المجموعات في بطوله دوري ابطال افريقيا ان شاء الله. باذن الله رب العالمين ان شاء الله. في مصر اليوم: ده اليوم السابع، الاهلي يستدرك سيمبا التنزاني الليله في اياب ربع نهائي الدوري الافريقي. في بعد كده موقع الوطن: اليوم الاهلي يستضيف سيمبا بحثا عن التاهل لنصف نهائي الدوري الافريقي. خليني اقول نقطه هنا بس بالنسبه للماتش، كان حصل في شائعات امس بتقول ان الاتحاد الافريقي لغى موضوع الهدف بهدفين في حاله التعادل، ولكن دي شائعات. لا دي شائعات، ما حصلش منها حاجه خالص، ولكن عند التساوي
ان شاء الله ما يحصلش النهارده، بتلعب مباشره ركلات الترجيح من نقطه علامه الجزاء. بالظبط يا كابتن، صحيح. ده لحد الدور قبل النهائي. بالظبط، لحد النهائي. الدور النهائي مش ضربات جزاء على طول، لا الدور النهائي في شوت اكسترا تايم، وقت اضافي اكسترا تايم، وبعد كده ضربات الجزاء. بالظبط، هو يعني قاعده الهدف بهدفين مستمره معانا لحد نهايه البطوله. مظبوط، لحد النهائي بس. أي. قبل النهائي. أي. بعد كده موقع يلا كوره قبل العوده المحليه، الاهلي يواجه تحديد المصير امام سيمبا في الدوري الافريقي. خلينا بس نوقف هنا بس عند القصه دي. هي لو ربنا كرم النادي الاهلي ان شاء الله، وتاهل ان شاء الله النهارده باذن الله. الاتحاد الافريقي اكبر الاتحادات الاهليه ان هو يتم تاجيل مزبوط. كل الماتشات للفرق المشاركه في الدوري الافريقي. مزبوط، فكده كده يعني ان شاء الله ربنا ان شاء الله ينصر النادي الاهلي ان شاء الله النهارده باذن الله. ربنا فبالنسبه له الماتش اللي جاي مؤجل دايركت ان شاء الله. بالظبط باذن الله. موقع في الجول، هنقف برضه عند الخبر ده شويه. متحدث سيمبا، نحن ضمن خمس فرق في العالم سجلت اكثر من هدفين بشباك النادي الاهلي. هو هنا احمد علي المتحدث الرسمي باسم نادي سيمبا بيقول ان احنا سجلنا هدفين في النادي الاهلي 2023. هو بيقول في 2023 في خمس فرق فقط سجلوا. بس لو حضرتك تسمع الاسامي بتاعت الفرق اللي سجلت في النادي الاهلي، يعني تتكلم على فرق كبيره في الاهلي. لان الاهلي لعب قدام الفرق دي هي زي ريال مدريد، فلامينجو، فبرضه الفرق مش 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 اي خمس فرق بس فقط. اللي هو بس العنوان بس اللي يشد شويه. يعني هو اصلا في ناس مجرد انها تجيب هدف الاهلي كانه بطوله او انجاز كبير بالنسبه له. دي حياتي. صحيح. نخش بعد كده على الصحافه التنزانيه، كلها يا كابتن تصريحات ده المدير الفني روبرتينيو. المدير الفني روبرتينيو بيقول ان هو متفائل بامكانيه فوز سيمبا على النادي الاهلي. هو طبعا من حق اي فرقه تخش قدام النادي الاهلي انها تبحث طبعا عن ان هو يحقق نتيجه ايجابيه قدام سيد افريقيا. فهو حتى هناك في التصريحات اللي قبل الماتش هناك قال اعرف ان تاريخ النادي الاهلي فرقه كبيره وفرقه قويه وليها باع طويل في دوري ابطال افريقيا. صحيح. وليها نتائج كويسه، بس انا برضو من حقي اطمح. مظبوط. وطموح يعني متاح للجميع. لا لا متاح طبعا، بس احنا واخدين على التصريحات دي من زمان. بالزبط. يعني عارفينها يعني كويس قبل المباراه. تقمص شويه التصريحات بتاعه دول شمال افريقيا. اللي هو التمويل المغناطيسي وفكره ان انا قادر ان انا اواجه النادي الاهلي. برضه صحيفه ديلي نيوز بيقول سيمبا متفائل بمباراه القاهره. ان شاء الله احنا متفائلين اكتر، وان شاء الله يعني نكسب ضيافتهم ان شاء الله النهارده باذن الله رب العالمين. ان شاء الله. في برضه اهتمام شويه زي ما قلت لحضرتك بالمواقع الافريقيه. ده موقع افريكان فوتبول بيقول ان سيمبا واثق من الفوز على الاهلي. برضه تصريحات برضه من تنزانيا. من تنزانيا برضه. مظبوط. في موقع افريكا توب سبورتس ده تصريح على برضه المدرب روبرتينيو بيقول في كرة القدم كل شيء ممكن يحدث، واحنا برضه متفقين. وكولر نفس القصة، ودي الرسالة اللي وجهها للاعيبة ان كل حاجة ممكن يحصل. وماتش القاهرة ممكن تحصل، بس هي الثقة بتبقى نابعة من ايه؟ من نتيجة الماتش الأولاني ولا نابعة من ايه؟ ما هو عارف قوة النادي الأهلي. بالظبط. بس أغلبها بتبقى تصريحات بس ايه؟ للتهديد. تصريح بس. بالظبط. أيوه بالظبط. اللي هو حتى إن أنا عملت اللي عليا وصرحت حتى ممكن اللي هو ايه؟ اخوف شويه او ادي جرس بس ان احنا جايين مش هنبقى لقمه سائغه. أيوه. قدام الاهلي. هو بس ما يعرفش جمهور الاهلي بس النادي الاهلي متعود على الحاجات دي. صحيح. في حساب سيمبا بيقول ليوم بكتابه التاريخ في كره القدم الافريقيه. ده الحساب الرسمي على نادي سيمبا على الفيسبوك، بيقول ان هم النهارده جايين يكتبوا تاريخ كره في كره القدم الافريقيه. التصريحات يا كابتن زي ما حضرتك قلت هي كلها تصريحات عنتريه ومتفائلين زياده عن اللزوم شويه. صحيح. وطبعا النادي الاهلي وكولر قفل صفحه مباراه الذهاب خالص، وبيتكلم ان هو النهارده صفحه جديده، وبالنسبه له الماتش هيبدا النهارده. وزي ما انت حضرتك قلت ان هو النهارده بدايه لمصالحه الجماهير اللي موجوده النهارده بإذن وتحقيق فوز عريض. زي ما قلت لحضرتك كمان هيبقى جرس انذار للي جاي ان شاء الله، واستعدادات قويه ان شاء الله للفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. يا محمد شرفتنا وامتعتنا يا محمد. الله يخلي حضرتك. شكرا ليك يا كابتن سعيد. انا كنت بقول مع حضرتك. انا اسعد والله حبيبي. انا اسعد. خلصنا فقره الصحافه، هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل زميلنا محمد الباز وقراءه في ارقام المباراه الماضيه. فاصل، نرجع لحضراتكم مره اخرى.